أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا مجاهرة جديدة، الأخت سارة من تونس. بالبداية خلونا نرحب فيها. أهلا وسهلا فيك يا أخت سارة. السلام عليكم، ولدي وعليك رحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الجدة وبركاتها. يعني نحب نقول ميرسي اللي خلقت الفضاء هذا باش نحكي فيه. أول حاجة نحب نقولها، أنا أول مرة باش نحكي فيها بالعربية، يعني نجم نقول كلام بالفرنسية أو كلام تونسي ما تفهموش. يعني جان نحبك توقفني باش تفهم كلامي. الحاجة الأخرى نحب نقول اللي الحلقة هذه يعني ما تعبر كان على اعتبارات الشخصية وآراء الشخصية، يعني انتزاع. بكل تأكيد سارة، بكل تأكيد. يعني أنا بصراحة كثير سعيد اليوم عم بسجل معك هالحلقة هي، وهذا كثير بشرى سارة، يعني مثل ما بقولوا لنشوف خواتنا من خلفية إسلامية بعالمنا الإسلامي هذا بدأوا ينضجوا، بدأوا يفكروا، بدأوا يعرفوا الحقيقة ويبحثوا عن الحقيقة، وهذا شيء كثير مبشر. والصوت النسائي خصوصا، يعني الصوت النسائي لانه مقموع اكثر من الرجل بكثير، يعني مهما كان قمع الرجل يبقى قمع المرأة يعني اشواط طويلة. على كل اختي سارة، ممكن بس بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم؟ تفضل. أنا مولودة في تونس، اليوم نعيش في الكندا. تولدت في بيئة إسلامية معتدلة، أما كأي بلاد في الوطن العربي يعني كان عندنا إسلام، يعني عائلي إسلام معتدل، إسلام نعرفوه بالتقاليد. ومن بعد كأي تونسيين الكل عشنا موجة الصحوة الإسلامية، وعشنا أيضا الثورة متاع تونس، وشفنا البلاد معناتها كيفاش تبدلت على ضوء الفكر الإسلامي وعلى ضوء الأحداث العالمية زادة. أنا اليوم نعيش في كندا، يعني أحسن، يعني أصبحت ملحدة بطريقة تدريجية. أما عندما كان عمري 22 سنة رح كنت نجي وقت لهالقصص هي و... كيف انتقلت للحاد. خلينا بالبداية نروح لمرحلة الطفولة، نتعرف على سارة، كيف كان الجو وقتها، الجو الديني، جو المجتمع، المدرسة، كيف كانت تتعامل مع الدين، كيف كنت تشوفي الله مثلا، كيف كانوا أهلك علموكي الله، من المجتمع، من كل الأسئلة اللي ممكن تنطرح على الطفولة وعلاقتها بالدين. تفضل. يعني أنا نجم نقول إن مرحلة الطفولة هي كانت السبب الرئيسي يمكن اللي خلاني إني أغادر هذا الإسلام. نجم نقول إني الطفولة بتاعي هي السبب الرئيسي إني بحثت على الله موجود ولا مش موجود، فهمتني؟ في الطفولة بتاعي كانت عندي حالات مرضية، يعني حالات اكتئاب كبيرة، كأي عائلة تونسية كنا معناتها نحب نحسوا بالطمأنينة وكل شيء. الوالدين يقولوا له اقرأ القرآن، اقرأ الفاتحة. كانت عندي الأقارب زاد معناتها كانوا يشجعونا ان نقرأ القرآن، كانوا قبل ما نرقدوا يحكيوا لنا قصص القرآن. ما نعرفش انا هذه اجواء العائلية نتاعنا، يعني كنا نترباو معناتها في اجواء التونسية، اجواء احتفالية، اجواء مرح، اجواء احتفاء بالحياة. ولكن كان عندها ايضا نوع معناتها الرجوع للاسلام والرجوع لتقاليدنا. عندما كنت صغيرة كنت عندي مشكلة في النوم، اني عندي النوم بتاعي عندي احلام غريبة. يعني كنت عندي، يعني إذا أنت كنت تقول لي قصة في النهار يعني يمكن أني أحلم في الليل وأني أكمل نخيل نكمل القصة في منامي. وكانت عندي أحلام غريبة مستوحاة من القصص الدينية. كنت عندي أحلام يعني
كي كنت مثلا نقرا قران ولا حاجه، انا نتصور روحي ان معناتها قفليك قبل ما نقرا القران باش نعدي نوم، نوم هادئ، يعني باش نكون معناتها محفوظه يعني في يد الله. ولكن كانت عندي احلام اني اكون في صحراء، وانه هناك رجل على حصان يجري ورائي ويريد ان يقتلني بسيف. كانت عندي احلام يعني، كانوا كنت كي يحكيون على قصص عيسى، سيدنا عيسى. كنت نتصور روحي انا في ملأ وسيدنا عيسى يقرأ في القرآن ولا حاجات هكا. وكان فما نتذكر كي كنا صغيرة كانوا يقولوا، ما نعرفش التو ما نعرفش اسكو فما حديث فيها ولا لا، كانوا يقولوا انه الشيطان لا يتمثل بوجه الرسول، صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح الحديث. أختي سارة، إذا بس ممكن تقربي على الكاميرا عشان الصوت يكون أوضح، والصوت تعلي صوتك إذا ممكن. تفضلي. انا صوتي راهو مش قوي برشا، ما نعرفش نحاول نعلي هكا. تسمع فيا خير؟ أسمعك، يا ريت تعلي صوتك، نبرة الصوت تكون عالية عشان الناس يصل الصوت بوضوح. تفضلي. لحظة. مش نحاول نعلي صوتي، ما تنجمش. تمام، تفضلي. كنا نحكي وكنا لا، مثلا الحديث اللي حكيتيه حديث صحيح، انه الشيطان محمد قال الشيطان لا يتمثل بشكل الرسول بشكل. تفضلي. لحظة نعم، في التليفون مازلت تسمع فيا ولا؟ اسمع فيك ولكن الصورة راحت تظهر. لحظة، السيت اب ما نجمش نبدل الصوت، يا ان شاء الله ما عاد تسمعوني هكا. لا، اما الصوت كثير رائع هيك، ولكن الصورة راحت هالمرة. الصورة اوكي. والان أظن الكاميرا، يا ريت تتكلمي الكاميرا بس تضغط. تمام، تفضلي تفضلي. تشوفوا فيا ولا؟ أشوف فيكي والصوت مسموع، تفضلي. اوكي. يعني كانت عنا، نتذكر كانت في العائلة يحكيوا فلانة الفلانية حلمت حلمة باهية، حلمت بالرسول، هذيك عندها هذيك مستقبل زاهر. كانوا الناس في المجتمع نتاعنا يتفاضلوا، سورتو في يعني اكثريه ما بين البنات، بنات في مع البنات، يعني انا شفت الرسول، انا شفت بيت ربي، انا شفت مكه في حلمتي. وانا كان عندي حاله اكتئاب، اقول كيفاش انا صغيره ونحلم باحلام رهيبه كيف هكا، يعني لازم يكون انا عندي ذنب كبير والا انا عندي مستقبل شيطاني. هكاك هذيك تصوراتي الطفوليه نتاعي. الى يوم من الايام يعني حلمت حلمه اللي انا كاني في مدينه مهجوره، كانها حسيلو بيت حسيلو خربه خراب، واني يقودون فيا. وذهبت الغرفه، وكاني عندي العلم انه في الغرفه هذيك الرسول موجود، وكان هو قاعد على الارض وكأنه قاعد على شكل بوذا، يعني قاعد يخمم. وأنا يعني وقفت أمامه وكنت فوق عباية نحيتها وخرجت من البيت. أوكي؟ تمام أختي، بس الصورة كمان شو؟ راحت، أو الصورة راحت، يعني علوة بس شوف لنا حل الصورة. و الصورة أوكي. Can we redo the call? I'm going to call you again. أوكي، طبعا أصدقائي، بس صار مشكلة، هي الأخت راح تفصل وترجع تتصل فينا. أختنا سارة، Is that okay? لنشوف. تفضلي. تمام، تفضلي. Okay. يعني في الوقت هذاك كي كنت نقول للأقرباء نتاعي، اللي أنا ما قلتش معناتها كنت خايفة، اللي أنا نقول لي أنا نحلم بأحلام شيطانية، واللي أنا كنت نشوف في أحلام، وكنت راني على قد ما يصيروا لي أحلام غريبة، على قد ما نقرأ القرآن، على قد وليت نصلي. كنت صغيره مع تنحب قولوا لي مازلت صغيره وتوا قاعده تتعلم، والشيطان ما يدورش بيك، ما تخافش. قلت شبيني انا، شبيني الشيطان دي ما يدور بيا، فهمتني؟ للي مره
حلمت، هو يقول لك معناتها كي تحلم بالرسول ما يتمثلش بيك معناتها، ولا تحس بالراحه، والا تحلم بالرسول معناتها ما فماش معناتها. انا قلت لازم عندي احلم جداد. اما مره حلمت حلمه، حلمه تضحك، قمت من النوم نضحك. كنت حلمت حلمه اللي الرسول مع خديجه معناتها، وفي الليل معناتها مع بعضهم، وهو معناتها هبط عليه الوحي وقام يصيح معناتها، ومن بعد باظ عظمه، فهمتني؟ باظ عظمه كان اتصل فيا معناتها باظ عظمه. من بعد يا سيدي خديجه من الصباح مشات تدق على جارتها، وجارتها قالت لها تي وها وعظمه بتاع الدجاج، فهمتني؟ راني قمت نضحك نضحك نضحك، حسيت انا كنت نخاف من الاحلام معناتها نحكيهم، ونخاف للناس يقولوا لي. اما كنت عندنا امراه جينا للدار، وكانت معناتها كنت نحكي لها كل شيء معناتها، كانت تحب تحكي لي، كانت تحكي لي على السحر، تحكي لي على برشا حاجات. كي قلت لها هكا قالت لي يمكن جن عاشق هذاك، خاطر ما يحبش يخوفك في الليل، يعشق فيك يعني، يقعد يدغدغ فيك ويحكي لك في حكايات تضحك يعني، استعوذ بالله وتوا نشوف لك انت شنو تعمل في هالجن العاشق، فهمتني؟ يعني ملي انا صغيره يمكن بنت 6 7 سنين حطولي في مخي اللي انا عندي جن عاشق، واللي انا ما لازمنيش نحكي بيه، والا يقولوا لي انا مهبوله، والا يقولوا لي هذه ساكنها الشيطان، فهمتني؟ يعني انا بصراحه كي كبرت وفهمت معناتها من بعد كي وليت مراهقه، ولينا نقراو الاسلام في تو نحكيو مع تو نحكيو على فتره المراهقه، ما كي ولينا نحكيو معناتها اللي الجن راهو ما يتمثلش برشا بالعباد، راهو ديك خرافات، راهو برشا معناتها هذاك مش الاسلام الحقيقي. يعني قلت يمكن هذاك هو وكل شيء. اما كنت ديما نقول علاش انا كي كنت صغيره كانت عندي احلام رهيبه القرآن، علاش كنت متعذب في الليل، علاش يجوني الأحلام هذوك. واليوم يعني كي كبرت مشيت للطب، يعني مازال حتى كي كبرت أنا اليوم معناتها كي نتفرج في حاجة خايبة ولا حاجة معناتها تأثر فيا برشا، يمكن في الليل نحلم بها وتبدأ معناتها متحاولة شوية، وإلا أنا فهمت لي أنا عندي نوع من التوحد الخفيف اللي هو يقوم بصعوبة في النوم، اللي هو يخليك عندك حالة اكتئاب رهيبة يعني. يعني اليوم فهمتها، أما الطفولة متاعي يعني كنت يعني حاجة، يعني إنك تعدي الطفولة متاعك وأنت تظن اللي أنت مسكون بالشيطان، يعني جريمة في حق الإنسان. للأسف الشديد أختي، يعني هي التربية بصراحة، وكل مجتمعاتنا بنفس الطريقة. يعني نحن كلياتنا مررنا بهالمراحل هي، خصوصا بالطفولة، انه بخوفوك بكل انواع العذاب، بكل انواع يعني الجن والشيطان بيطلع لك من هون، وحتى يعني بألف قصص، ألف ليلة وليلة ما في مثلها، يعني عن مواضيع الجن وهالاشياء هي بخوفونا فيها، امنا الغوله وامنا ما بعرف السحليه، ويعني اشياء خرافيه وبتعشعش فينا، يعني جذور الخوف تبدا من الطفوله. بدي اسالك ساره، انت صليتي بطفولتك؟ اذا صليت متى صليت بداتي الطفولة بالصلاه؟ باي عمر تقريبا؟ تفضلي. يعني كنت صغيرة، لا أتذكر، لأني كنت صغيرة كانت عندي جدتي تصلي، كنت نشوف والدي يصلي، ويعني كنت نحب نجرب كيفها. يعني كنت صغيرة يمكن يعني 7 سنين كنت قلت نحب نتعلم الصلاة. أما ديما ساعات ساعات تجيني موجة نتاع صلاة وكل شيء، فهمتني؟ وبعد يصعب الصلاة، تصعب عليا الصلاة يعني بصراحة. يعني أنت تعطيني قدامي بلاي ستيشن، ما كانتش بلاي ستيشن، كانت تعطيني أتاري وتقول لي عندك معناتها برا صلي ولا العب، يعني كنت نحب نلعب ما نحبش نصلي. يعني كنت حتى في فترة الطفولة يعني كنت حتى كنت نصلي أكيد كنت نقوم الصلاة يعني بسرعة بسرعة، كي ما كانش عندي يعني، يعني كنت نحس كنت ما كنتش عندي الإحساس بالسلام بعد الصلاة. أنا هذيك عمرها ما صليت الإحساس بالسلام، عشت قدام نهر، عشت قدام البحر، عشت وأنا نتقرب لأمي، عشت وأنا نتقرب
لا عبيد نحبهم، يعني ما عنديش هيك الاحساس بالسلام بعد الصلاه، فهمتني؟ اما حسيت صليت الى عمري صغيره، عمري 6 7 سنين 8 سنين، وصليت كي انا معناتها في المراهقه نتاعي نكون 16 17، صليت وكنت كي ديما نصلي، يعني نصلي شهر وبعد ديما من شهر 3، اكثر مده صليتها 4 اشهر، فهمتني؟ صراحة ما قصرتي، يعني هو الدين لا يطاق، يعني كتر خيرك 4 شهور صليتي. يعني بدي أسألك سارة، كيف بدأتي بالشك بهالدين هذا؟ كيف جتك الأفكار إنه في شيء غلط بهالدين هذا؟ تفضل. صراحة يعني أنا الشك بتاعي بدأ بوجود الله، تعرف أنا كي كنت صغيرة كنت أخاف، كانت عندي دعاوي سخيفة، يعني كانت عندي دعوة سخيفة نقول اللهم اللهم احميني من الإلحاد، اللهم احميني من الزنا، اللهم احميني من شرب الخمر ولا مخدرات، اللهم احميني مثلية، يعني كنت أخاف لأنه ربي يعطيني معناتها في مستقبلي حاجات اللي يخليوني نمشي لجهنم. كنت نخاف اني نموت وانا مانيش متزوجه، على خاطر باش ترسيلي زوجه من زوجه النبي، كنت حتى ندعي ربي يا ربي كان مت ومانيش متزوجه خليني زوجه من زوجه عيسى. يعني وليت نشك بالدين هذا اللي هو سخيف. أيوة، ليش من زوجات عيسى مو زوجات محمد؟ يعني هو معروف زي الرجل. يعني قلت انا قلت يعني عيسى ما عندوش الهوس بتاع كثير من الزوجات، وسيدنا محمد يعني يمكن يعني سيدنا هو اقل مسلم، عنده 72 حرية، وانا وخلي محمد، يعني محمد راهو عنده الاف من الحريات، يعني لو كان انا باش نكون محمد زوجة عنده مليارات من الحريات عم يستنوه، يعني هو الاف المليارات، يعني عدد غبار الكون بالضبط بالضبط. من الحريات. يعني قلت يعني لو كان انا باش نعدي وقت مع زوج في الجنة ويكون الزوج هذا محمد، يعني كيفاش باش نحس بالسعادة وانا في الجنة؟ بصراحة يعني باش نقعد نستنى الدهر كامل حتى كشي يتفكرني حسيلو. اما يعني قلت لك عندي كنت عندي دعاوي سخيفة، بعد كي كبرت معناتها نكون 13 سنة، معناتها كي كنت معناتها حتى ان كنت نحكي لصحاباتي كيفاش انا ندعي كانوا يضحكوا عليا، فهمت؟ مسخرة مسخرة عليك. صراحة. هي يعني الطفولة، هي براءة الطفولة، هي يعني هي اللي بتولد الأسئلة الحقيقية اللي عند الإنسان يعني، ولكن التربية والتخويف هن اللي بيخلوا الإنسان في المستقبل يكون مؤمن بكل. وحتى الإنسان المؤمن اللي بيصل لمرحلة السلفية بتم عنده الشكوك، ولكن المجتمع هو يعني محكمة تفتيش كبيرة يعني صايرة على كل البشر، يعني كل إنسان محكمة تفتيش على الآخر صاير في عنا بمجتمعاتنا للأسف الشديد. تفضلي. لحظة خطر، لا سامحني. سامحني يا جابروف، ما صارت لي كلام الاقتناص. ولا يهمك عاود ولا لي يهمك. سؤال، عاود لي سؤال، سامحني جاب. أنا كنت عم بقول إنه ليش معناتها كنت نتمنى اني كنت زوج عيسى ومش زوجة؟ تفضلي. اما يعني سيسا، يعني كي كبرت شوية بديت شك، يعني قلت علاش انا معناتها كانت عندي دعاوي سخيفة، علاش أنا نخاف معناتها مني أنا نكون ملحدة؟ بالحق كان عندي خوف كبير أني نكون ملحدة، كان عندي كي كبرت شوية بديت نفهم شنو هو الشك. وأول حاجة راهو الإسلام يهدمها في عقل الإنسان هو الشك. عندنا ظهر لي في الإسلام يعني أنك كي تبدأ تشك، وكي تبدأ تشك في وجود الله لازمك ما نعرفش تستعوذ من الشيطان وتبصق على 3 مرات على الشمال، صحيح ولا لا؟ كان معلوماتي صحيحة. أما فما هكاك، أنا نتذكر كي سألت مع أستاذ تربية إسلامية قلت له كي يجيني الشك تاع الشك في وجود الدين وفي وجود الله، قال لي تستعوذ 3 مرات وتبصق على اليسار. هذاك اش قال لي مع أستاذ التربية الإسلامية. يعني أنا بديت الشك في فترة المراهقة، ساعات نقول علاش ليه؟ علاش ليه يا خويا؟ باب التوبة مفتوح، خلي نجرب نهارين وأنا ملحدة وما فكرش في الإله، وتعدوا نهارين وبعد نرجع مسلم. كيف تصير؟ يعني كنت معناتها
كنت نجرب، كنت نقول ايه وانا نبدا وحدي توا في الدار، اسكو عندي جن يخزر لي؟ ما يعني انا كي نبدا نحكي بيني وبين نفسي، يعني الحوار الداخلي اللي بيني وبين نفسي، هل هو من الشيطان؟ هل هو الأنا؟ هل هو الملائكة؟ يعني بديت كيف فترة المراهقة. فكرتي شي مرة انه هالحوار الداخلي يكون هو نداء عقلك، مثلا العقل المفكر؟ للأسف فهمتها عندما أصبح عمري 17 سنة، مع ديكارت، مع سبينوزا. عندما بدأت الفلسفة كانت ثورة في عقلي، ثورة، يعني كنت كأني كنت في غيبوبة. فهمت، يعني كان عندي سؤال رهيب، ما هي طبيعة الحوار الداخلي؟ يعني تعرف جان، بعض الساعات نقول أنا امرأة، يعني أنا نقصت عقل، فهمتني، ونقصت جيل، وعندي شيطان يوسوس لي، وعندي ملايكة تقيد لي، يعني على شنو ربي باش يحاسبني؟ تي هاني ما نفكر الجملة. انت فهمتي ولا؟ ساره صدقيني انت رائعه بصراحه، يعني انت مثل ما قلت، انت على الدواء للاسلاب، انت راح يعني جيبي محمد تحاكميه من قبره، تفضلي. والله والله العظيم مش قصدي، يعني شيء أقوى من لا اكيد، خذي راحتك، خذي راحتك بالتعبير ولا يهمك. حسير. يعني هذه قلت لك، كي كانت بديت نقرأ الفلسفة بديت نكتشف أسرار الحوار الداخلي. ما هي طبيعة الجسد؟ ما هي طبيعة الروح؟ هل الروح موجودة؟ ما هي علاقة الإنسان مع المادة؟ ما هي المادة؟ تعرف عندي كنت بديت نقرأ الباكونين. باكونين كان أناركي، وكان معناتها يكفر يعني يقول كيفاش معناتها كيفاش الدين جرد المادة من السحر متاعها. فهمت؟ يعني باكونين يقول الملحد لازم يكون مادي، وعنده فلسفة نتاع المادية. أنا يمكن تو نحكيو ما يمكن تو نحكيو مرة أخرى على المادية وعلى الأفكار معناتها السياسية، وأنت مع بعد ما تنشأ في بدينا في بيئة معناتها إسلامية. أما بديت حاسين نقرأ معناتها ما هو معناتها ما هي الدوافع، ما هي ما حتى معناتها بديت نقرأ في العلوم الطبيعية، ولو نقرأ على في العلوم الطبيعية نقرأ على الدماغ، كيف الدماغ، ما هي بديت معناتها كنت عمري 17 18 سنة، كانت أنا راني أشتغل في المجال المعلوماتي، يعني أنا إنسانة ساينتيفيك، ما حبيتش نعمل طب، ما حبيتش نعمل أدب. أما كان عندي اهتمام كبير بالطب، كان عندي اهتمام بالدين، كانت عندي اهتمام بالأنثروبولوجيا، يعني هذاك هو اللي فيقني. أما كما قلت لك اللي بدا ضد الإله، وأول مرة معناتها كي أحسست اللي الإله غير موجود، وأنه الحوار الداخلي اللي كان بنفسي كان حوار بيني وبين عقلي، يعني وقتها أحسست بكيت أول مرة. يعني أنا وقتها كنت جالسة مخمم ونقول، يعني كنت نار في راسي، يعني نار نحس فيها، اللي كيفاش أنا يعني باش نخرج من معاش باش نحن معاش باش معاش باش نؤمن بالله، ما كيفاش بعد حسيله حسيت اللي ليه، يعني فجأة ما عنديش علاش باش نخاف، ما نعرفش كيفاش جاتني سكون، جاتني معناتها جاتني كنوع من الاكتئاب، اللي انا ما عنديش معناتها ما فماش اله، يعني انا كنت اعامل الله كانه صديقي الخيالي، كنت احادثه كصديق الخيالي، يعني كنت اخاف اني اكون مسكونه من الجن. فيعني عندما العب يعني اقول الله انت غاضب، يعني سالعب باللعاب واريك يعني المرح، ساعلمك المرح. يعني كنت تفكرت كيفاش انا معناتها يعني عمري 17 سنه 18 سنه، هي اللي انا ما عادش عندي صديق خيالي، ما حسست بالسخافه، يعني
نورمال هو يعني انت هو في احساس هون بصراحة، يعني انا مثلا انه صرت انت مسؤولة عن كل شيء، المسؤولية صارت على عاتقك هلا، مثل انا جاني هالاحساس هذا وقت الوالدي توفى مثلا، حسيت انه يعني في شيء سقف من فوقي راح، انا صرت بالعراء، صرت لحالي، صرت مسؤول عن كل شيء يعني. ما بعرف اذا كان نفس الاحساس، كان نفس ال إحساس لم يكن إحساس بالمسؤولية، إحساس إنه الجنة غير موجودة، إنه لا أفتر نو أفتر لايف، إنه لا وجود للحياة بعد الموت. كانت عندي تشبث بالحياة، أنا عندي أنا أحب الحياة، أنا أحب أنا بصراحة يعني كنت توا يعني مع العمر مع لا أحس بالخوف من الموت. فهمتني؟ لكن كان عندي الخوف من الظلمة، كان عندي الخوف من الموت، كان عندي الشيء هذايا. يمكن كان مزروع من الدين، يمكن يعني أي صغير مولود مسلم أو مش مسلم يمكن يكون عنده الخوف من الموت. أما كي كبرت، أما معناتها ما نعرفش، أنا كان إنسان طبيعي بيتربى في دينة غير إسلامية، يمكن يعني يبدأ عمره 12 سنة 11 سنة يفهم اللي لا حياة بعد الموت. أما أنا فهمتها اللي عمري وقت عمري 18 سنة 17 سنة، وقت هذيك مع الأسف متاعي الخوف متاعي اللي أنا لا حياة بعد الموت. وقتها أنا كي حسيت معناتها بك الخيبة هذيك، أول حاجة كي حسيت لي موش ما الله موجود، قلت خلي نلوج على البوذية. البوذية فيها فلسفة اللي تخليك تحس بالسعادة في الوجود، تحس بيس سلام، تحس بروحك هارموني، تحس how do you say harmony in Arabic؟ harmony is تناسق، بالتناسق تناسق، الإحساس إنك الإحساس بالجمال. يعني قبل معناتها قبل كنت نلوج على فلاسفة اللي يخليوني نفهم طبيعة الإنسان، طبيعة الحوار الداخلي. بعد ما فهمت اللي الله موجود بديت نلوج على نلوج نقرأ أكثر في البسيكوثيرابي، في علم النفس، في الفلسفة البوذية. حبيت نقرأ، قلت قبل كان عندي كبت يعني ما نحبش ندخل الكنيسة على خاطر الملائكة باش تلعني، ما لازمنيش نهني الآخرين في أعيادهم. أما بعد ما أدركت أني الله غير موجود، قلت يعني ما عنديش ما نخاف، يعني نجم نمشي نقرا على المسيحيين، نجم نقرا على البوذيين، نجم نقرا نجم نحب يعني يمكن هون سارة بينطرح سؤال بصراحة، يعني انت لما يعني وصلتي لمرحلة انه ما في إله، شو الضرورة اللي خلتك تبحثي؟ أتوا شو الإسلام، أتوا نحكيه على الإسلام. أنا في الفترة هذيك يعني فترة يعني الإدراك أن الله غير موجود ولا وجود لي لا وجود لي كائن فضائي موجود في السماء، يعني ما كانش عندي وقتها معلوماتي عن الإسلام كانت معلومات قليلة. وكنت صغيرة كنت عندي عمري 12 سنة، كان عندنا في الدار ظلال القرآن وقريت ظلال القرآن وكنت نقول تطبيق القرآن صعيب. أنا كان عندي صعيب وصعيب ويخوف شوي. أنا كنت ديما نقول يعني كل واحد عنده الجيرني بتاعه، كل واحد عنده الطريق اللي باش يتبعوا في الحياة هذه. يعني ما عنديش الحق أنا معناتها ما نحبش نحكي، يعني خلاهم المسلمين، ما حبيتش، ما كانش عندي فضول الاطلاع. يعني كنت صغيرة كنت أحس بالملل كي نصلي، كنت أحس بالخوف كي نقرأ القرآن، ما كان كنت نحب نحفظ القرآن باش نتخلص من الاكتئاب. بعد ساعات نقول الاكتئاب اللي كنت ما كانش عندي، يعني كنت ما كانش عندي حاجات اللي تخليني نحس بالاكتئاب، اللي كانت في بعض الحالات القرآن والصلاة هم اللي كانوا يخلقوا لي حكاية الاكتئاب. يعني كي بعد فترة الإدراك أنه الله غير موجود، يعني قعد عندي حنين للإسلام، يعني نحب عائلتي، ما نحبش نحكي لهم. يعني قلت احتفظ بإلحادك لنفسك. أنا بدي كنت نخاطب روحي هكاك. من بعد يعني قلت سارة باش تعيش مع الناس هذا لازمك تخبي، يعني
كما هم يقولوا، يعني المسلمين يقولوا إذن عصيتم فاستتروا، يعني قل بربي علاش. أنا نحبهم، أنا نحب الجو التونسي، أنا نحب عائلتنا، أنا نحب ثقافتنا، أنا نحب بلادي، نحب الناس. يعني تخت الإسلام، يعني من الدول العربية عندك الفرصة يعني تتعرف على أعز الناس فيهم. يعني ما كنتش ناوية، يعني كنت حتى محمد قلت يمكن معناتها انا هذاك، يعني حكاية معناتها ميول شخصي، يعني كنت يمكن يعني يمكن فما ناس يعجبهم عيسى اكثر، فما ناس يعجبهم هود اكثر، فما ناس يعجبهم ايوب اكثر. انا قلت يمكن يعني الرسول يعني جاي في فترة اللي هو أعطاه معناتها المعلومات باللي يعرفه هو، وهذيك البيئة الصحراوية وفقط، يعني ما بحثتش أكثر. من بعد في تقريب عام من عام 2006 2000 هو راهو الملامح نتاع الدول العربية تبدلت برشا بعد 11 من سبتمبر. يعني بدينا نشوفوا أكثر مناشير إسلامية، نشوفوا أكثر دعاوي إسلامية. تونس كانت عندها ظاهرة فتح تونس، يعني عندنا شيخ، فما شيخ من قطر ولا من بعض الدول عمرو خالد، الإسلامية. عمرو خالد لا 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 لا، مش عمرو خالد، واحد آخر عنده لحية قذرة. كان يقول احنا فتحنا تونس بالتلفاز، ولا احنا فتحنا، معناتها فما بعض الأدعية يفتخرون انهم فتحوا تونس. علاش؟ على خاطر اسلام تونس كان اثمن. يعني احنا تونس نجم نقولوا كيما نقولوا ان شاء الله، نقولوا على سلامتك، ربي يهنيك في علم ربي، اما ديما نكفروا. يعني ما نحبش نكفر، اما عنا ياسر كلام الكفر يعني، ونساو رجال، فهمتني؟ وهما نحاولنا، يعني كانوا معناتها يقولوا لي معناتها كي مشيت للجامعه، كنا معناتها فما ناس يجيونا معناتها في الجامعه ويعطيونا مناشير، يقولون هذا القران الصحيح. مره حاسيلو في غرفه، انا كنت في فوايي في مسكن جامعي، نرقى في الغرفة نتاعنا حطونا السي دي نتاع عمرو خالد، فهمتني؟ وكنا كي نهبطوا في المسألة في اللوطة، كنت تلقى الليبية يجيو يهزوا بعض الفتيات البروستيتوشن، وكنت تلقى دعاوي الإسلاميين حصير، يعني دعاة اللي يجي يفرقوا مناشير ربي يهديكم هذا كفسات. وكنت معناتها في المسكن الجامعي نشوف يعني شيء يسخف راهو، يعني تشوف بعض الفتيات اللي تجيك يعني وما عندهاش برشا فلوس وكل شيء، تولي تتبع الليبية، فهمتني؟ وبعد اخر العام ولا بعد عامين تسمع بها تابت، سبحان الله. بعد ما خلص الشغل تتابع. نحكي فيها، يعني انا بديت نشوفهم لي سي دي، بديت نقرا على نق معناتها انا مولا ما وقتها معناتها انا ما عنديش عندي ايمان بالاسلام، اما كنت نقول ساره يعني كمل اعطيهم اللي يحبوا، وعند معناتها المجتمع نتاعي ما يسالش يعرف اللي انا معناتها معاهم. بديت نفهم شنو هو الاسلام، حتى قبل ما كنت صغيره شفت عمرو خالد، اما معاه معناتها مع الموروث العلمي اللي تكون عندي والاقتناعات الشخصية، كي عاودت شفت عمرو خالد حسست بال شيء مقرف صراحة كان. مقرف. بعد يعني في عام 2006 2005 فما موجة، فما كانت نادي الملحدين، بديت نلوج، انا بديت حسين نقول خلي نفهم بربي هالاسلام وهالدعاوي ذي، خلي نفهم يعني بديت حتى نتعرف على بعض المسلمين، نقول لهم يعني انا مولود، وكانوا يحكيوا لي على غزوات محمد، كانوا يحكيوا لي على غزوات محمد على اساس انهم باش يقنعوني، وانا كي يحكيوا لي على غزوة ولا حاجة نعطي معناتها نحس بالاصطدام، يعني نصطدم ان كيفاش هذاك صار فعلا، ونصطدم كيفاش انه الشخص هذاك اللي قدامي يحكي على سبي وقتل على انه رحمة من رحمة عباد الله. يعني انا
بديت يعني أبرت يعني من لي عمري 20 سنة 21 سنة، يعني بديت نفهم ما هو الإسلام الحقيقي. يعني بديت نقرأ محمود تيمور، بديت نقرأ سيد قومني. يعني سيد قومني بصراحة هو اللي نورني، نورني يعني فهمني ما هو الإسلام. فما مفكر مصري ماهوش معروف برشا اسمه طاهر حجي، زاد سمعته طاهر حجي يحكي، ما يحكيش على الغزوات اما يحكي على كيفاش معناتها على اخوان المسلمين اكثر. يعني تشوف معناتها حتى الفتيات في المسكن الجامعي يعني يلبسوا، تحسهم معناتها تحسهم قاعدين يعملوا في حلقات ما بينات بعضهم، ويبداوا يتعلموا كيفاش يعمل لك الحجاب سكسي وكيفاش يعملوا الحجاب الصحيح. فهمتني؟ يعني وليت نشوف في شيء معناتها تقولوا ما عاد مش ما عادش حتى برشا حاجات معناتها، حتى معناتها كي ترجع لبلدتي معناتها وكل شيء، الناس ولاو نهار كل في قناة اقرأ، معناتها نهار كل قناة اقرأ، نهار كل قناة الناس، نهار كل قنوات المبتذلة متاع الخليجية متاع الفن الطايح، والقنوات متاع الدين، هذاك هو الموجود. فهمتني؟ يعني بديت معناتها نقول ما هو الحل؟ الحل انه نغادر البلاد ونشوف ناس كيفي، والا الحل انه نشوفوا بعضنا، يعني الملحدين نلموا على بعضنا نتعرفوا نشوفوا نعملوا معناتها نوليو يقولوا في الاتحاد قوة، وكأي معناتها ماينوريتي كأي أقلية نجموا معناتها لو كان فما حوار مفتوح، لو كان فما يعني عدل، لو كان هذه معناتها لو كان تونس معناتها بلدة تقول لي هي الإسلام المعتدل بدي أسألك سارة، يعني آسف للمقاطعة، شو اللي خلاك تجهري بإلحادك يعني قدام الناس؟ وبدي أنا أجهر بإلحادي، شو الأسباب اللي خلتك تجهري؟ تفضل. انا اليوم معك اجهرت بالاحاد عمري 32 سنه، يعني عديت يمكن بصراحه عديت 6 سنوات مقتنعه بروحي بمسلمه، نعرف تاريخ الاسلام، ويعني لا ابالي يعني الله شو يمني فيكم اخويا، اخطا التونسي راهو يخمم يقول لك اخطا راسي واضرب. يعني انا جيت مده عايشه في الكندا ونقول اخطا راسي واضرب، وش يهمني فاهم، وهذاك اختيارهم واللي يحبوا، انا عندي الحريه اليوم وش يهمني فاهم يا اخويا خليه يعمل. انا اليوم نجهر بالالحاد على خاطر جاتني ظروف شخصيه اللي خلتني اللي لازم نحكي، ظروف شخصيه ايضا ظروف خارجيه. انا تاثرت برشا، فما سامحني ما نذكرش برشا الاسامي، فما ملحد عنده في شهر جوان عمره 17 سنه قتلوه. عمر باطويل باليمن. اي بكيت عليه، راني شفت الفيسبوك نتاعو، يعني حتى توا يعني نحكي معاك وعندي اللحم مشوك، شفت الفيسبوك نتاعو يقول انا نشوف ربي في زهره انتوما تشوفوها في القبور. فهمتني؟ تذكرت وقت اللي كان عمري 17 سنة، وقت اللي أنا كنت نلوج على نبحث على أسئلة، تذكرت أكل الإحساس إني إنك معناتها تقول الحياة جميلة، إنه الحياة فيها حاجة أخرى، إنه الحياة إن كما يقول كارزان يعني إنك لا تستحق إنك تتخيل حريات باش تحس في السعادة. يعني يمكن أنا عندي تصورات رخيصة عن السعادة، أما لا أستطيع معناتها، لا ما نحبش معناتها إنه يكون عندي معناتها 1000 نخلة باش نحس بالسعادة. فهمتني؟ يعني تذكرت وبكيت عليه. بعد صارت أحداث أخرى، أحداث أورلاندو وأحداث 14 جويلية في فرنسا، شنو اللي صار فيهم؟ اللي صار فيهم شيء جديد وشيء يخوف برشا للملحدين. اللي عمل الاتنتات، let's say the shooting. What do you say to shooting in Arab؟ هي كلمة فرنسية ولا Shooting, shooting. شوتن؟ القنص، القنص. العملية العملية الإرهابية، سامحني العملية الإرهابية اللي عملها السيد بتاع أورلاندو. يعني تجي تشوف السيد هذا زوجته ماهيش متحجبة، الناس الكل
اللي بجنبه ماشي في بينهم اللي هو ماهوش مخطئ، صحيح ولا لا؟ من بعد طبعا حتى في امريكا، حتى في امريكا قالوا ما فما حتى دليل اللي هو عملها، معناتها مع يعني هذا جزء انسان مختل مضطرب، وكان معناتها عنده عنده خوف، معناتها مش عارف، معناتها عنده كبت واضطرابات نفسية وفجر نفسه. من بعد في 14 جويلية، 14 جويلية هاي صارت صارت المشكلة نتاع، صارت المشكلة نتاع شو اسمه هو السيد نتاع اللي ضرب، اللي ضرب في فرنسا في نيس، اللي عملها تونسي، فهمتني؟ واللي عملها عم جابوا بوه التوانسة، التوانسة جابوا لوجوا بوه ذا اللي في سوسة، قال ولدي ملحد، وهو بوه راهو بوه، بوه معناتها بوه من الإخوان من النهضة، يعني من الإخوان المسلمين، بوه بوه معناتها نكر فيه، قال ولدي ملحد ويشرب الشراب وما فهمناش منها يعني. وشفت يعني في المنتديات التونسية، انا راني عندي، انا راني ادير بعض من الباجات نتاع الفيسبوك، شفت معناتها يعني موجة جديدة نتاع نشوفها، معناتها كالمسلمين الكيوت، المسلمين المديري، المسلمين المعتدلين اللطفاء، يقولوا هذاك ملحد، هذاك ملحد. يعني توا يزيش احنا الملحدين بعدنا عليهم، بعدنا اوطاننا، تغربنا، توا الخمج نتاعهم، العفن نتاعهم، الضايح نتاعهم يحبوا يردوها على الملحد. قلت لك انا عندي اسباب شخصيه، زاد انا عندي صار لي تحرش في العمل، جاني واحد مسلم قال لي انت طفله تونسيه وتظهري يعني طفله سمحه، يعني طفله تظهري طفله باهيه، كيفاش تعملي، كيفاش تعملي تاتو يعني، يعني مش حلال. قلت له ابعدني، قلت له انا لا اؤمن بالله. قال لي كيف لا تؤمني بالله، يعني انت كي تشوف نفسك في المرايه ماذا يجري؟ انا فهمتها، خاطر عنا في الاسلام كي واحد يشوف روحه في المرايه برشا، نسيت تو نحكيها مره اخرى يا جان، اما نسيت كي تشوف روحه برشا في المرايه يقولوا يمكنها الشيطان. قال لي صحيح أختي، أنا بكرة بصراحة على هالموضوع راح أعمل حلقة بهالموضوع هذا. أنا في فيديو أصلاً محضره، وكيف الرسول حاكي إنه المرأة اللي بتشوف حالها بالليل، خصوصاً بالليل تشوف المرأة، يسكنها الشيطان والحكي الفاضي. يعني يعني تفضلي يعني تفضلي. يعني جريمة في حق البنات بصراحة. ساعات نقول المرأة يعني، يعني سأحكي بلغة رجولية، يعني المرأة سخيفة جدا، المرأة كائن سخيف لتصديق، يعني يعني بصراحة تو نحكيها مرة أخرى. يعني قلت لك السيد هذا جاني وقال لي قال لي لازمك تجرب، يعني اغزر روحك في المراية تشوف ربي شنو تشوف، ماكش ملحدة. قال لي نحكي بها وسارة بالفرنسية قاعدة نفسر لك. يعني أنا قلت له أنا أشوف الشيطان، يعني يعني أنا قلتها يعني، يعني خوفي يعني، يعني ما راح قلتها، فهمتني؟ وكنت معناتها في ظرف عمل يعني، من بعد حسيلو في سافيزا، يعني كل واحد مشي على روحه. السيد ما فهمش، ما نعرفش كيفاش، أما ولا يبعث لي في مضايقات يعني، ولا بعث لي استدعاء حتى باش نمشي ولا لغرفة النزل معاه. انا يعني ما عادش نسكت عليها، مشيت مشيت يعني مشيت للعمل للمشغل نتاعي، يعني لمدير العمل. مدير العمل، وقلت له يعني قلت له راهو ما يجيش هكا، يعني انا يعني نكون يعني نخدم في شركة معروفة، ما يجيش يعني انه واحد يقول لي اغزر روحك المراية، يسألني على يعني يقول لي التاتو حرام، يعني ما يجيش، احنا في كندا وما يجيش الشيء هذا. المدير قال لي ما يجيش، عندك الحق ما يجيش. قال لي طبعا باش نحاولوا نفضوها الحكاية، ما تخافش. السيد كي سمع بيا مشيت حكيت للمدير، بعث لي تهديد، بعثوا لي على الفيسبوك، بعث لي تهديد اللي انت تعبد الشيطان وتو تشوف الانسان، اللي بعثها لي حتى انا بعثها بالفرنسيه، انت تعبد الشيطان، انت تقول اللي انت كافره، لا يجوز، لا يجوز هكا، لا يجب، لا يجب استفزاء
النساء أنه الناس النزهاء. ثم قال لي لا قال لي يجب سنة استفزاز الناس النزهاء. إيه هك قال حرفيا هكذا. يا سلام. ثم قال لي عندك 24 ساعة، أنت ما تعرفيش أنا على شنو قادر. لو كان 24 ساعة ما تجبديش الشكاية نتاعك وتقولي إنه ما صار بيني وبينك شيء، يعني باش ندخلوا في ملال في النار. انا قلت هذا شيء مش نورمال، مشيت هزيتها للبوليس، للبوليسيه. برافو البوليسيه برافو برافو. البوليسيه انا بصراحه تصدمت. انا قلت لك، يعني انا اليوم قاعده نعدي في وقت على الفيسبوك، وقاعده نعدي وقت في داري، على خاطر انا في انا موقوفه على العمل فور ديبريشن. عندي معناتها عندي دوايات، وسأرجع للعمل بعد الارتياح النفسي. أكيد أكيد. لكن في الآن يعني فما مشكلة كبيرة باش نفضوها، يعني والعمل يعني هوني في كندا مش باش يسجنوه، باش يشوفوا يعني شنو اللي صار وعلاش، وبعد ما القضية باش تاخذ مجراها. حاسيلو انا بدي توا قاعده نتبع في النازله. اما يعني باش نرجع لسؤالك، علاش معناتها قلت لك لسبب شخصي، والسبب انه المسلمين الكيوت، المسلمين اللطفاء اليوم قاعدين يخزروا لداعش، قاعدين يخزروا الخمج اللي صاير في افغانستان، ويقولوا هذوكم ما يفهموش الاسلام، هذوكم هما الملحدين. نو، اليوم باش نحكيو، اليوم الناس الكل باش تحكي. انا ما مراش روحي داعيه الحاد، انا قلت لك على السنوات اللي عديتهم 4 سنين 6 سنين التالي، وما عندي حتى علاقة لا بالإسلام لا بالدول الإسلامية لا شيء. أما اليوم احنا ولينا مهدين، حتى في أمريكا، حتى في كندا، حتى في لندن مهدين في عقر دارنا، فهمتني؟ وما عادش عندنا حد باش يخوفنا. انت باش نحكي لك، شوف الغنوشي في الثمانينات خرج من تونس هارب كالفار. الغنوشي أصله معلم، كي مشى لندن ولا ملياردير، ولا انسان غني. كي روح لتونس روح داعية. عملية الاصلاح الوحيدة اللي عملها هي اصلاح اسنان متاعه، فز تونس. اليوم عنده معناتها الغنوشي، يعني عنده تسجيلات معناتها اللي هو يتآمر على امن تونس، وحد ما يكلمه راهو ما عنده حتى وظيفة رسمية في الحكومة، أما هو مرجع. يعني اليوم أنا أقول اللي عملوه الإسلاميين، إحنا لو كان معناتها نؤمنوا إنه الأوطان العربية عندها أمل، لو كان إحنا نحبوا كملحدين نحميو أنفسنا ونقولوا اللي إحنا معناتها عنا نفهموا شنو نوع الإلحاد الإسلامي، نفهموا شنو نفسية الملحد، نفهموا إحنا رانا كلنا مسلمين، ونفهموا لازمنا احنا ندافعوا على بعضنا، ونفهموا الغرب اللي مش على خاطرني جيت من بلاد اسلاميه، مش على خاطرني اللي انا نقول انا ملحده، يعني انا يعني قادره باش نعمل نفس العمل القذر اللي عمله الشخص التونسي في 14 جويليا، والشخص القذر اللي عملهم في اورلاندو. لا بدي أسألك، في عندك نشاطات إلحادية أو نشاطات نسائية، نشاطات إكس مسلم مثلا؟ إذا ما بعرف إذا الحاجة بتحبي تحكي اكس بالموضوع أصلا، يعني تفضل. يعني كي جيت لكندا، يعني أول مرة كي جيت لكندا حبيت نتعرف، حبيت نشوف معناتها الملحدين بتاع الكندا. ما حسيت يعني كي تجي كندا هوني، يعني حتى كي تتعرف على ملحدين ما يحكيوش برشا على الديانات، يعني يحبوا يحكيوا على النظريات العلمية، يحبوا يحكيوا على علم النفس، يعني يعملوا حلقات علمية، فهمتني؟ ما يحكيوش برشا، تحسهم يعني تخلصوا من العنف الديني، تحسهم معناتها يعني لوجت على ملحدين، الملحدين اللي جايين من اكس مسلم. يعني انا يعني عندي نهارين صورت فيديو مع اكس مسلم اوف نورث امريكا، هذه معناتها اورجانيزيشن اللي هي تمثل الملحدين نتاع شمال امريكا، وظهر لي موجودة نفس الأورجانيزيشن في لندن. يعني
يعني لوجت معناتها وما عدتش عندي بصراحة يعني كان انتمائي، انتمائي افتراضي فقط. انا كي كنت في تونس وعملت عملت جروب على الفيسبوك، جروب جست للدردشة ما بين ملحدين تونسيين باش نتعرفوا على بعضنا. يعني كي كنا في تونس في عام 2008 كانت عندنا فما واحد متعصب ديني عمل صفحة اسمها المبيد الحشري، وكان يحط معناتها البروفايلات نتاع الناس الملحدين ويطلب من المسلمين انهم يعملوا سيجنال، يعني يعملوا ريبورت ريبورت يعني سينيالي. يعني تعرفت على مسلمين ولينا نخرجوا، يعني انا قلت يعني خلينا نعملوا جروب، يعني خلينا يعني نتعرفوا. حسيت يعني كيف تعرفت على ناس مثلي معناتها حسيت بالراحة النفسية زادة، حسيت معناتها اللي أنا نجم نحكي مع الناس، يقدر الموروث الأمازيغي متاعي، يقدر الموروث العربي متاعي، يفهموا تقاليدنا، أنا نحبها تونس، فهمتني؟ أنا في نفس الوقت يعني ما عندناش ما عندناش ما عندناش معناتها ما عندناش الدعوة، وما عندناش الإيمان اللي أنا أنت باش تدخل النار وأنا باش ندخل الجنة، وأنا خير منك خاطر جبت لبست الحجاب، ولا أنت مش خير مني على خاطر عملت حجة، فهمتني؟ يعني حبيت عندي الجروب هذايا. كنت زاد عندي فضائح الإسلاميين، فما صفحة اسمها فضائح الإسلاميين، ما عادش أنا فيها أدمن، أنا يعني كنت عملتها وفيها ظهر لي 20,000، ثم حتى ما نحاوني ادمن يعني قرصنوا الباج بتاعي. للأسف الشديد. في لك علاقة مع حركة شمال أفريقيا أظن الأخ كريم العبيدي، يعني كريم بصراحة كريم العبيدي أول مرة شفته في الفيديوهات بتاعك، يعني ماذا بيا ندخل يعني نتعرفوا على بعضنا. أنا شفته معناتها الفيديو بتاعه وهو على دراية بالتاريخ الأمازيغي خير مني، يعني بصراحة أنا بدي ثقفت معناتها كي شفت الفيديو بتاعه، تبارك الله عليه، يعني يعرف بالكدا تاريخ تونس. أنا تحسه معناتها مفتخر بالجذور الأمازيغية. إنسان أنا رائع قلت لك صراحة، قال لك إنسان رائع وإنسان مثقف وإنسان وطني بكل معنى الكلمة، يعني رجل كلمة رجل أنا أرفع له القبعة، مع إنه إذا رفعت القبعة هلا بده يصير برد على قرعتي يعني. لا بجد بجد إنسان رائع، أنا أحترمه أكن له احترام فائق، يعني لا مثيل له، صديق من أروع الأصدقاء. وأنا بتمنى إذا كنتي مثلا تقدري تتعاوني كمثلا اكس مسلم مع أوكي حركة شمال افريقيا، يعني بتمنى يصير تعاون بين كل الملحدين. بدي اسالك اختصارا انواع الملحدين، اذا بتحبي تتكلم عن انواع الملحدين تفضل. يعني ثم الملحد اللي انا اقول الحاد بتاعي انه نابع من تجربه شخصيه وتساؤل، معناتها بدي شك حتى معناتها كي الحد معناتها اول معناتها انتباه. اول حاجه حبيت نعملها انه ما عادش نقرا على الاسلام، فهمتني؟ يعني من انا من من ما نصنفش نفسي، ما عنديش درايه بعلم، يعني انا ملحده على خاطر ما عنديش احساس بوجود الله. ثم الناس ألحدوا على خاطر يعني يقول لك حتى كان عندهم ما جاهمش الشك في وجود الله، فهمتني؟ من بعد كي قراوا الاسلام وقتها بداوا يشكوا، فهمتني؟ يعني ألحدوا على خاطر عرفوا تاريخ الاسلام، فهمتني؟ هذه الفئة الثانية. أوكي. فما أنواع، فما المسلم اللي يقول لك أعز حاجة تعملها إنك تخفي بالإلحاد نتاعك لنفسك، واللي إنه يعني مع يعني يعني هذه طريقة استفزاز وما عندك باش توصل بها. يعني هو يعني فما بعض الملحدين باش تلقاهم أول واحدين يقولوا معناتها اللي تعمل فيه شيء سخيف وما عندك باش تربح، وكان تحب تصلح حال المسلمين لازمك تحكي باللغه نتاعهم. تقابلت يعني باش نحكي لك، قابلت بعض الملحدين اللي يقول انه انا باش نعمل فيها كاني مسلم، معناتها مسلم معتدل، ونقول لهم بلطف، معناتها نحاول نفهم هالمسلمين بلطف كيفاش الدين نتاعهم قاعد يضر فيهم، فهمتني؟ فما الملحدين اللي
اللي معناتها بعد ما خرج من الإسلام يقول لك معناتها يهاجر وتلقاه معناتها لقاه ركن من أركان الأرض اللي عايش فيها بسلام وتركهم يعني الغار صحة لهم. يعني أي أخي الملحد يعني لو كان عندك فرصة تعيش وما تسمعش على الإسلام وما عرفت حتى شيء على تاريخ الإسلام وما عاد ما همش قاعدين يضروا فيك حتى شيء يعني صراحة يعني أنت أعز ملحد. فما ملحدين جان كيف كيفك اللي يقولوا لازمنا نحكي. أنا يعني نرجع للأسباب اللي ذكرتهم، قلت لك يعني عندي أسباب شخصية وأسباب معناتها اليوم هذه إنه الغرب وإلا المسلمين معناتها اللطفاء يجيو يقولوا إن داعش خاطر ملحدين وخاطر يهود وذيك داعش صناعة أمريكية وذيك فما راهم فما أيادي معناتها الغرب معناتها كان متواطئ أو شيء. أما الأداة اللي كما نقولوا في الشطرنج، رقعة الشطرنج موجودة عند العرب والبيادق مسلمين. واليوم يعني الأمة العربية لازمها تكون تفهم إنه أولادهم وبناتهم قاعدين يكونوا بيادق في لعبة في أيادي قذرة. أنا أنت جان قلت معناتها باش نحكيو عن النسوية، أنا نحب نحكي عن الرجل المذهب المخالف للنسوية اللي هو الرجولية. رجولي أنا الرجولية، أنا نحب نحكي عن الرجولية في العالم. أنا عندي اعتقاد إنه أول فيكتيم معناتها أول ضحية للإسلام هو الرجل. الرجل المسلم اللي تبع دينه يعني كي تقارنه برجل معناتها علم في الغرب، رجل دين مسلم سخيف جدا. يعني علاش الأمة العربية قاعدة تنتج في رجال سخفاء؟ جاوبني أنا حيرة كافرة، جاوبني علاش الأمة العربية قاعدة. أنا قبيلة يعني بعثت حطيت في الفيسبوك بتاعي فيديو يعني داعية إسلامي يفسر للمسلمين كيف يمشيوا للبيت المرحاض. هو المشكلة بتعرفي إن يعني المجتمع كامل المتضرر الكبير، يعني ما بنقدر نقول يعني ظاهريا وفعليا هو المتضرر الكبير الامرأة، ولكن الرجل كان متضرر كبير كمان. يعني الرجل متضرر بشكل يعني عبد لعند هالشيوخ المشايخ شيخ هالناس، هذا يعمل ليل نهار. يعني الرجل عنا تقريبا اغلب الرجال اللي بيطلعوا الصبح ما بيجوا لاخر الليل، حتى بس يكفوا واكلوا وشربوا واشياء ما هي من هالمقابيل. الاغلبيه الساحقه من الرجال يعني مغلوب على امر الرجل. يعني في رجال تقوم الليل تبكي الليل، يعني بكل شيء مظلوم. يعني صحيح له الحرية انه يطلع يدخل، ولكن هالعقلية هي اللي راكبتنا من هالفقر من هالخرافات هي، يعني جحيم، حياة جحيم بصراحة. يعني لسه يعني انا تعرف انا قلت لك يعني عندي جروب اسلامي، جروب الملحدين يا ربي. و يعني كنا نحكي يعني فما دردشة ما بيننا، يعني فما كنا مرة كنت نحكي مع واحد تربى في بيئة معناتها أم وبوه معناتها من الاتجاه الإسلامي، وبوه كان في السجن، كان في السجن في بن علي، وحكى لي الأهوال اللي كانت أمه تقولها له. كانت أم الطفل تقول له أنا نحبك تجاهد. يعني فما أم تحب طفلها تتمناه إنه يموت، هل هذا معقول جان؟ كفايه انه هذا الدين، انا علاش اليوم عندنا حس بالغضب ولازمنا معناتها نحكيه؟ هذا الدين هو قادر انه يصنع اغوال، قادر يصنع نساء تبعث اولادها ينتحروا، وقادر يصنع رجال يقمعوا نساء، وقاعدين الرجال يقمعوا في النساء والنساء قاعدين يربيوا في الرجال باش يوليوا مجرمين. وهكاك جيل بعد جيل جيل بعد جيل جيل بعد جيل، وكل جيل يطلع يكون أتعس من الآخر. بالضبط هذيك بالضبط بالضبط سارة. وهي الأحجار الدومينو هي، يعني المشكلة إذا ما حدا وقف بوشها بدها تتم شغالة إلى أبد الآبدين. فلذلك المهم إن نحن إنه نحكي،
لما بنقول نحن بدنا نحكي يعني ما هو لأنه والله قاعدين لا شغلة ولا عملة نحن وفرحانين بدنا نحكي. أنا بتمنى يكون الوقت عندي أكتب أشعاري وأطلع من أمسية شعرية لأمسية شعرية وما أهتم بهالخرافات وهالخزعبلات لكم دينكم يعني مثل ما بقولوا، وخليكم أخليه بعقولكم. ولكن المشكلة هالدين هذا خرب بيوتنا، دمرنا، دمر أوطاننا، خرب مستقبلنا. لذلك ما عاد يعني خلاص بدنا نحكي، وهي موتة موتة بجحنم الحمراء يعني مثل ما بقولوا طز يعني، وإذا موتة موتة يعني على الحالتين ميتين يعني للأسف الشديد. تفضل. شديد يعني بس بتشوف. دقيقة واحدة أصدقائي، أنا فتحت سكايب، اللي بده يدخل بأي تعليقات بأي أسئلة مداخلات أهلا وسهلا. تفضلي أختي، تفضلي. تحب تحكي معايا ولا قاعدة؟ لا لا تفضلي أنت، تفضلي كملي بالتعقيب. يعني قلت لك يعني سامحني هنا نحكي وزيد. اليوم يعني تعرف انا يعني الطقس جميل اليوم، وكان بدي يكون برا، وكان انا نحس اني لازمني نحكي. يعني نحب نفهم انه نحب نفهم الناس انه انه معناتها الاجهار بالالحاد يعني لازمهم يتعودوا عليه. اليوم المجتمعات العربيه يعني كما تقول نوال السعداوي، نمشي خطوتين لقدام وخطوه للتالي، يعني قاعدين نتقدموا بشويه بشويه بشويه، وفما شكون قاعد يحاول يخرجنا يدخل يرجعنا بالتوالي برشا. اما يعني المجتمعات العربيه تنجم تشوف يعني يعني فما يعني مساحة للحوار لتقبل المثليين، فما مساحة للحوار لتقبل معناتها الفتيات اللي هما معناتها مش متحجبين. أما الإلحاد تابو، يعني حتى حد ما يحب يعني معناتها الإلحاد يعني قمة الكفر. ويعني يمكن أنت يعني تقول لي أنا مثلي خير من اللي أنت تكون ملحد، يعني في بعض الحالات يعني هذا الشيء هذا لازم يتنحى. لازم الشعب العربي يفهم أنه مانيش نعبدوا في الشيطان، وانا راني كان معناتها يعني اليوم كما اهتممت بالاسلام، كما اهتممت بالبوذيه، اهتممت زاد بالشياطين. وما عنديش انا بالنسبه الي الشيطان او الله او سوبرمان او جوكر كلهم معناتها شخصيات خياليه، فهمتني؟ يعني طيب ما عادش عنا خايف، ما عنا على شنو خايفين. أكيد بكل تأكيد أختي. طيب معنا على الخط أماندا، أماندا تفضلي. السلام عليكم أخونا جان والأخت سارة، وعليك مرحبا. السلام وعليك ورحمة السلام الله والبركات، وعليك السلام الجلدة، تفضلي. أنا عندي مداخلة بسيطة. تفضلي. أنا كنت يعني مسلمة زي وزي كل الناس، حاليا أنا لا أتبع أي ديانة، برافو. لأنه وجدت تابعت حلقات كثيرة جدا جدا عن الإلحاد، وكنت أحب أعرف ما هو الإلحاد، لأنه كنت أفتكر إنه الملحدين لا يؤمنون بوجود الله فقط. ولكن كان جواي أسئلة كثيرة بالدين، يعني أنا بسأل نفسي ما دام ربنا سبحانه وتعالى يعرف إنني سوف أشرب أزكي وألبس اللبس العاري أو ألبس البناطيل أو أكشف شعري، كل هذه الأشياء وكتبها علي زمان، كتب إنه من ما ولدت أنا كده. طيب ليه هو بيجي حاسبني ويدخلني النار؟ طب هو أساس نعرف كويس إنه أنا أقول لك ليش أمان ده؟ على قولة عادل الإمام غلاسة بقى. جون راه مانيش نسمع فيها بالكدا، اما نجم تعاود لي شنو قالته؟ هي عم تقول الاخ اخت اماندا عم تقول انه اذا كان الله موجود وهو كاتب علينا كل شيء، فليش يجي يحاسبنا على شيء هو كاتبه علينا؟ هاي الفكره اللي كانت عم تحكي فيها. اله حاير، اله متناقض، اله لا يعرف، اله ينسى ماذا 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 قال يعني. أخت سارة بس خلي أخت أماندا تكمل المداخلة، تفضلي أماندا تفضلي. كان
عندنا زمان يعني نحن، انا ولدت في مجتمع الاسره كلها مسلمه وبيصلوا وبيضربونا الصبح الساعه 7، بقوم الصبح صلي. فانا كنت يعني بسال نفسي وانا في سن 13 14 سنه، يعني ليش ربنا بيضربنا عشان نحن نعبده؟ كي طيب انا المفروض انه انا اعبد ربنا بخياري، اصلي، احب صح. ربنا. انا كنت اخاف من ربنا جدا. لما كبرت كان الحوار كله، كان اول سؤال عندي صلى الله عليه وسلم، ليه ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون بملكوته وجبروته وكل شيء، محمد يصلي ليه؟ ايه المميز في محمد؟ ايه الشيء المميز في محمد؟ ثاني شيء يعني لما بديت احضر الحلقات واتابع واشوف الحقائق، وين نحن في مجتمع السودان كان عندنا انه الكلام في الدين ممنوع تماما، ممنوع تتكلمي في الدين وفي محمد، تدخل النار على طول. فكان سؤال بيجي عندي، يعني محمد بيتكلم انه لحم طير مما تشتهون عن الجنة، يتكلم عن الجنة والحور العين كل الجنة بتاعت محمد انه هو الخمر والشرب والحريم والنساء. بالضبط. زمان المجتمع كان مجتمع بدوي وصحراوي. اوكي، حاليا كل شيء متوفر، حور عين، بنات جميلات من جميع الامم موجوده، والشرب والخمر وانهار خمر، الخمره موجوده في اي مكان، ممكن تشتري من اي سوبر ماركت، ولحم طيرا مما تشتهون تتصل دليفري يجيك من اي مكان. صحيح. طيب يبقى نحن موجودين في الجنه؟ ما في الجنه. وللآن يعني أنا ما زلت بحثة وبتابع حلقاتكم وبتابع أخونا جورج، وتابعت الحلقة بتاعته بتاعت الجنين، وهي كانت الكارثة الكبرى يعني علميا إنه ما في شيء من الخزعبلات اللي بيحكوا فيها العالم البدوي المتخلف. صحيح صحيح صحيح. فأنا حاليا أنا ست متزوجة وعندي أولاد، فأنا زوجي بيقول لي ليه ما بتصلي؟ بقول له والله أنا حاليا لا أؤمن بالصلاة، لا أؤمن بالصلاة أساساً، لأنه ربنا أساساً ما موجود بالنسبة لي، ما موجود. أنا حالياً تايها أبحث. أتمنى ما تتعرض إلى مشاكل مع زوجك. لا، هو أنا فتحت له دماغه، يعني هو حالياً بيفكر مثلي. آه برافو برافو. أيوة، ليه الأذان بيأذن 5 مرات في اليوم؟ إذا كان أنا عاوزة أصلي بصلي من نفسي، ليه كل شوية تنبهوني قوم وصلوا؟ نحن مش أطفال. ليه الإزعاج العام؟ صح، ده إزعاج. إزعاج يعني إزعاج إزعاج كبير كمان ست أماندا. إزعاج، ده إزعاج عام. صحيح. المهم يعني سبحان الله، زي ما بيقولوا نبينا جلدة الحنفية، أنا أحبكم جدا 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 ومتابعة حلقاتكم بكل قوة، أنتم متمكنين جدا جدا، وأنا ماشية في الخطة بتاعتكم، لأنه أنتم بتتكلموا حاجات علمية ومنطقية وموجودة في الكتاب وفي السنة وفي القرآن، وكل كلام كذب في كذب ونفاق، وجرين الناس يعني لهاوية لا نهاية لها. سنوقفهم عند حدهم، وصدقيني يا أخت أماندا سنوقفهم عند حدهم، وراح يعني أنا المشكلة صار عندي تنتين ساعة عم بحكي، فما بدي يفلت لساني على محمد ودين محمد القذر هذا. فعلى كل على كل أكيد سمعتيني يعني قبل المرة. أكيد أكيد أكيد، وأنا متابعاكم وما بدي أزود عليكم أو أضايقكم بالوقت أكثر من كده. شكرا لكم ومتابعة. شكرا 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 أماندا، شكرا شكرا سارة، ولو احتجت لكم بأي أسئلة يا ريت تردوا علي. أكيد أكيد أكيد، يعطيها الصحة يعني. في عليها تعقيب أختي سارة، يعطيها الصحة يعني. يعني هي قالت كلمة، قالت فتحت له مخه، يعني احنا باش نفتحوا لهم مخهم، يعني نحب يعني هذه كما نقولوا في تونس هذه البدايه، ومازال مازال يعني باش نفتح يعني يعني عندي ميساج، يعني عندي رساله حتى للمسلمين اللطفاء، يعني اسمعونا، ماكم ضد القتل، اسمعونا احكيوا معنا. انا راهو العديد من المسلمين اللطفاء ما عندهمش القابليه الذهنيه او الصبر انه يقرا كتاب. انا بدي قلت لك انا ملحده، ونحس معناتها يعني شيء معناتها مقلق جدا انك تقرا، يعني هما ما يقراوش ما يقراوش يعني يعني خلينا نحلوا الحوار. قلت لك حاجه اخرى يعني للملحدين، يعني كي تشوف الدعوه الاسلاميه
بديت في السبعينات وشوف فيهم توبه وكما نصوروا احنا لو كان ملحدين وعندنا معناتها نوايا معناتها صحيحه انه نعملوا تغيير لازمنا نكملوا هكا. هذه البدايه يعني احنا توا بدينا نحكيوا هكا في النت، خاطر احنا كملحدين اليوم ما عندنا كان النت باش نحكيوا حد مع حتى هوني في الغرب تقول لهم انا ملحد مسلم يعني ما نحبوش نعملوا برشا مشاكل، يعني توا نحكيوا على النت. اما لازم عدد نتاعنا يكبر ولازمنا نكملوا في تفتيح المخ. انا قلت لك يعني انا نحب نعطي صوتي، اما نحب اللي تبعوك يعني يمشيوا للمصادر، يمشيوا يلوجوا على سيد قمني، يلوجوا على المعتزله شكون كانوا، يلوجوا معناتها انا احنا معناتها رانا خرجنا من الدين على خاطر عرفناه. وإذا شيء حشم اللي انتم متعاوراو وراو زعما زعما نقول لك المصادر، مش قلت المصادر، انا توا نحكي على المصادر الكل. المصادر الكل خاطر اي واحد يعمل لك مشكله في العهد في الـ في الـ في معناتها يعمل لك عمليه ارهاب وكل شيء، المسلمين اللطفاء يقولوا لا ما يعرفش المصدر الحقيقي وما يعرفش الاسلام. انا توا باش نجبدهم المصادر الكل وكل مصدر اي نفضحوه. انا المصدر الوحيد اللي عندي احترام ليه معناتها للمسلمين شويه الفلسفه نتاع الصوفيه، خاطر الصوفيه يقول لك لازمنا نقراو القران بطريقه مجازيه. اما ما كانوا يعجبونيش اللي هما عندهم عادات التخمر وعادات معناتها كانوا يداويو برشا بالقران. أما النسخه الوحيده نتاع تفسير الاسلام اللي يمكن تكون مقبوله شويه هي مع اللي عندهم شويه الصوفيين، هذا تعبير على الراي الشخصي. دونك باش نحكيو باش يتواصل ونشجع الناس الكل اللي يحبوا يقولوا كلمه الحق. طيب في معنى اتصال من الاخ جانو، تفضل اخي جانو. تحية ولاختنا العزيزة سارة، طبعا بحييها وبحييها على شجاعتها والظهور. طبعا من حقها انه تحس او تشعر بالذهول، يعني من حق كل مسلم سابق انه يشعر بالذهول عندما تتربى على انه وتعيش في الظلمة وبيلقلك انه ما في شيء اسمه النور. يعني النور هون بين قوسين هي العقل، ولما تكتشف انه عندك عقل وتقدر تشوف النور من حقك انه تصاب بالذهول، يعني هذا شيء منطقي. شيء اكيد. الثاني شيء في شخص اسمه محمد تشاد يكتب انه التوانسه اكثريتهم من الزندقه. لا اخي، التوانسة والمغاربة والعراقيين وكل الدول الإسلامية فيهم الصالح والطالح، في أكثرية اللي بيتطوعون في داعش من التوانسة تقول إنه زنادقة. يعني هذا الشيء لازم أنت عندنا قدام المرأة يعني تسأل نفسك السؤال. الثاني شيء بيقول نفس الشخص محمد بيقول يعني كيف تؤمن انه قسم ناقر؟ انا راح اقول لك شغله، عشان انت لا بتقارئ ايفولوشن تطور ذا اوريجن اوف سبيس ولا تعرف شيء عنه. ابن عمك او بنت عمك بتصير اخوك نفس الانسان مثل هذا الشيء، يعني نفس الفصيل بس مش انه تحولوا. رجال روح دور اقرا بعدين تعال ناقش. وثاني شيء لما تقول شيء اول شيء روح اقرا الكتب تبعك بعدين تعال ناقش الملحد. الملحد قرا كتابك وقرا كل شيء بعدين صار ملحد، ما صار ملحد مشان بيحب انه يتطهر او يحب انه يعري. وتحياتي لكم. شكرا جانا، شكرا حبيبي جانا، شكرا. اختي سارة يعني ذكر اخي جانا نقطة كثير مهمة، انه المسلم ما هو قريان ولا كلمة مثل ما قلت، يعني لا يقرأ نهائيا ويجي يناقشك في نظرية التطور. شو بتردي على هالمسلم الكيوت هذا؟ تفضلي. انا من ضحايا، كنت من ضحايا زغلول الفشار. آسف سارة، اسمه بهلول النجار. بهلول
بهلول، آدم بهلول بهلول اللي ضحك على عقب كاملة للأسف الشديد هو بهلول، والشيوخ هذول بهاليل قايدين أمة، يعني هاي بهاليل ليسوا أكثر. أنا قلت لك يعني عندي في دراستي خلفية علمية، يعني كنت خذيت معناتها البكالوريا في علم الرياضيات، يعني لازمني نفهم قواعد العقل، لازمني نفهم اللوجيك، لازمني نفهم المظاهر الطبيعية، خاطر الرياضيات هي لغة الطبيعة، ولكنها يمكن نستعملوها في حاجات لا تعبر عن الطبيعة، لكن هذه حاجة أخرى. قلت لك يعني بديت كي تتبع معناتها التفاسير بتاع الصخرول البهلول معناتها برشا حاجات ما تذكرهمش، مي شو اسمها القمر انشق ويحب يخبيه، معناتها يعني ديما يقول لك نظرية وسبحان الله اللي عملوا معناتها النظرية هذيك والإتيود هذيك ما تعرفهمش، وبعد كي تجي تلوج عليهم تلقاهم مش موجودين، فهمتني؟ والا عنده النظريات نتاع الغرب قاعد يتستر على الاكتشاف هذا. يا خويا كي الغرب قاعد يتستر على الاكتشاف هذايا، علاش ما انت ما انت ما هو السعوديه مولدتك، ما مولدتك الازهر مولك ما نعرفش شكون، يا خويا برا لوج خذ مال، وانت انسان معناتها عالم تحكي بنحك بعالم، يعني اعمل اكاديمي او اعمل جامعه بتاع جامعه والا لابوراتوار كما نقول لابوراتوار، اعمل لاب انك تعمل فيه تجارب وتجبد تستنى، يعني علاش يا خويا انت ماك عالم علاش تلوج على مراجع غربيه باش نوريك على الانسان هذا قديش فاشل. حاجه اخرى اللي قلت معناتها قبل معناتها قبل نظريه التطور قبل كل شيء، اذا ايه دمرت العقول العربيه، اللي هي الله اذا اراد الله ان اراد شيئا يعني يقول له كن فيكون، انا كن فيكون، هذه كن فيكون يعني اني انت انه الله عنده عصات سحريه وعنده القادريه انه يعمل حد شيء، والا انك تقول معناتها كي تشوف حاجه باهيه وكل شيء تقول سبحان الله، يعني انت كانسان يعني كي يبدا عندك الفضول كي تشوف حاجه معناتها ظاهره طبيعيه تولي تبحث على الاسباب الظاهره الطبيعيه هذيك، كي تشوف حاجه كيما نيوتن يعني هبطت عليه تفاحه قعد يخمم. اما احنا المسلمين العقل العربي لا يفكر للاسف الشديد اختي. طب بس خلي لانه في عندنا اتصالات كثير، اسف للمقاطعه ساره، في معنا اتصال من الاخ محمد، تفضل محمد. الو تسمعني؟ الو اسمعك. تفضل. شكرا. انا عندي مداخله. اوكي اهلا وسهلا، بس علي صوتك كمان مشان نقدر نسمعك. اوكي استنى تمام، تفضل. اوكي الو، انا تدخلي اولا عندي اعتراض على مصطلح ملحد. اها. كلمه ملحد لان اصلا هذه كلمه هي كلمه دينيه. اها تفضل. فالغيب انا افضل استخدام مصطلح غير مؤمن وليس ملحد. تمام. ليه؟ لان لما تقبل هذا المصطلح انت تلعب لعبتهم. اوكي صدقني هي ما هي مشكله مصطلحات، نحن في فكر، في نحن في ثوره تختلف عن من علاقه بالمصطلحات اصلا، كل الناس ملحدين، يعني انا ملحد بالديانات كلها، المسلم ملحد بكل الافكار البقيه، كلنا ملحدين يعني نحن خلينا نتجاوز مساله انه المصطلح ملحد بيعني ونلعب بملعبهم، نحن في وضع بيختلف، نحن عم نطرح فكر، نحن قائمين بصراحه مهددين بالقتل في اي لحظه، خلينا نبتعد عن المصطلحات، ما بتهمنا المصطلحات. تفضل. لا مهمة. ليش مهمة؟ لأن أنا آسف، أنا بصراحة ما بدي أضيع وقتي بالمصطلحات، عندك شيء آخر تقوله؟ تفضل. أوكي طبعاً عندي أشياء كثيرة. تفضل حبيبي، تفضل. أوكي شكراً. بالنسبة
عدم الإيمان، عدم الإيمان هو أنا في نظري هو الأصل، والإيمان هو الحادث على الإنسان. يعني أن الإنسان في الأصل غير مؤمن، الإنسان يولد لأن هذا الإيمان بيدرسه وبيتعلمه من المدرسة، من المجتمع، من العائلة. فكل إنسان تولد في الهند هيكون إندوسي، في إسرائيل يهودي إلى آخره. يعني أن الإيمان هو حادث على الإنسان. أكيد أكيد. في الأصل الإنسان غير مؤمن. صحيح. يعني أن الطبيعي، في الطبيعي أن الإنسان يكون غير مؤمن. هذا أول شيء. ثاني شيء هو كل الديانات مجموعة من بولشيت. يعني بالضبط. هذا مصطلح. بس أخطرهم هم الديانات الإبراهيمية. صحيح. هي الديانات الأكثر دموية في التاريخ، لا اليهودية ولا الإسلام. الإسلام هي نسخة من الإسلام، هو نسخة من اليهودية لا أقل ولا أكثر. فممكن نعتبر أن المسيحية متسامحة نوعا ما، متسامحة، لكن الإسلام هذا. محمد بدي أسألك سؤال هون. يعني هلا المسيحية كلنا بنعرف إنه متسامحة نوعا ما مثل ما تفضلت، بس يعني هي متسامحة نوعا ما في نصوصها، ورغم ذلك كان تاريخها دموي. يعني شو بتفسر يعني لو خلينا نفترض لو لم تكن متسامحة شو كان سوت يعني؟ أوكي. هنا المشكلة فين؟ هنا هو الدولة أو السياسة وتختلط بالدين. شوف مثلا الدول الغربية، أنت عايش دولة غربية، أختي بتكلم عايشة دولة غربية. الدول الغربية الآن أصبحت دول لا دينية متسامحة. يعني ليه؟ لأن فصلت السياسة عن الدين، فصل السياسة عن الدين، أي دين تفصل عن السياسة. فالدولة لا تحمي الدين ولا تعاقب غير المتدينين بالدين، فيصبح الوسط يعني الدولة أو المجتمع متسامح. هو كل دين غير متسامح مع غير مؤمن به. فلو حتى المسيحي مثلا، فأنت غير مسيحي ما تدخلش السماء بالنسبة للمسيحيين. فكل دين هو يعني لو عاوز تحترمه وتقدره، شوف ما هو موقفه بالنسبة للناس الغير مؤمنين به. شو موقفه مثلا المسيحية، موقف أو أي دين، موقفه أنت لا تؤمن بالدين إكس، هذا الدين، فأنت لا تدخل جنته بطبيعة الحال. الاختلاف بالنسبة للإسلام، الإسلام يعاقبك في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو الفرق. صحيح. أنا قلت بأن عندما يوصل السياسة عن الدين تعيش المجتمعات في سلام. أوكي. الإشكال فين هو أنك لا يمكن أن تفصل الإسلام عن السياسة. هذا هو الإشكال. صحيح. والمشكلة أنك لازم تقلع الإسلام من جذوره. يعني لا ما شوف، الإسلام لا يمكن فصله عن السياسة، لأنه هو أصلا سياسة دين. هو في صريح عبارة هو سياسة مغلفة بالدين. تماما. لأن الإسلام، خليك من كتب السيرة وكيف نشأ الإسلام، هذه أساطير، هذه فيها كذب، فيها تزوير. الحقيقة هو أن الإسلام تكون لمدة 200 سنة، من بداية مبعث محمد إلى بداية العصر العباسي. يعني كلها بدأ ينشأ الإسلام تدريجية، وأخذه الصبغة النهائية في العصر العباسي. صح. يعني القرآن والأحاديث كلها أخذت الصبغة النهائية في العصر العباسي، أو الصبغة النهائية يعني الختم للإسلام، عندما تم ما يعرف في التاريخ بوقف الاجتهاد، قفل بدء الاجتهاد. بكل تأكيد. أنا طبعا أخي محمد، أنا بصراحة ما تم معي وقت كتير، أنا بتشكر كتير حبيبي على الاتصال، وآسف إذا كنت قاسي معك يعني بشان المصطلحات بصراحة، بس بشان الوقت، ويعني خلينا نتجاوز مسألة المصطلحات هاي شوي، لأنه يعني مثل ما بقولوا أخواننا المسلمين بدهم إياها لتضييع الوقت أصلا. يعني أنا بشكرك كتير حبيبي، وبتمنى مشاركاتك مرات أخرى كمان. أنا حاشارك معك كل حلقة، يعني أنا متابع حلقاتك. أوكي. أنا دخلت معك مرة، كنت مع النبي سنديب، وهذه مرة ثانية بدخل معك. أهلا وسهلا فيك. حلقة كل حلقة. أهلا وسهلا فيك، وآسف مرة أخرى كمان. لا ما فيش مشكلة. تمام. سلام. سلامات. مرة أخرى.
أصدقائي أنا بعتذر عن استقبال أي مكالمة أخرى، لأنه الوقت البرنامج انتهى، وبصراحة ما بقي غير عندي 5 دقائق يعني، وبدي أخذ تعقيب الأخت سارة على الاتصالين هذول. وتفضلي أخت سارة. سامحني، شو اسمه السيد اللي تكلم قبيلة؟ محمد. السيد محمد قال معناتها ملاحظة، اللي هو معناتها الديانات الإبراهيمية هي ديانات معناتها أكثر ديانات وحشية أو مدمرة. نحب معناتها ماذا بينا نحكي فيها أكثر، معناتها طبيعة الديانات. أنا عندي فكرة أخرى معناتها على التطور الأديان ودور الأديان. وحاجة أخرى يعني كما قلت، المصطلحات يعني هو راهو الشباب معناتها القرون سبب معناتها التخلف العربي، أنه معناتها كي صارت ثورة التنوير في أوروبا، يعني احنا تخمينا على بعضنا خاطر قعدنا نعملوا في دراسة القرآن، قعدنا يعني عندما تطور الغرب احنا علماء الدين قعدوا هما اللي يخدموا، يعني ما عادش توا وقت المصطلحات، ما عادش وقت تضيع وقت. احنا توا معناتها يا اما ننهضوا كأمة، يا اما باش نكونوا يعني امشيوا يعني باش نكونوا يعني كما افغانستان، يعني كل الدول العربية ستكون كافغانستان. بكل تأكيد أختي، بكل تأكيد. بصراحة يعني أنا كثير استمتعت بالحديث معك أختي سارة. بدي منك كلمة أخيرة بتحبي تقوليها في الحلقة هاي، وتوعدينا بحلقات أخرى، لأنه أنا واضح أنك بحر من يعني بصراحة يعني أنا أحب الصوت النسائي يكون ظاهر، الملحدات يعني تشجيع لأخواتنا، حتى يعني مثل في يعني النساء هم الفتيلة، خلونا نشعل الفتيلة. تفضلي. يعني نحب نشكرك انت على خاطر استدعيتني وخليتني نحكي. يعني انا بيدي معناتها كي نتكلم نحس بالراحه النفسيه. حاجه اخرى نحب اللي يسمعونا، المسلمين اللي يسمعونا، يعني نحبهم يفكروا، وماذا بينا احنا بينا نتحاوروا معاهم زيدا. يعني يعني خلينا نبعدوا على الشتم، خلينا نبعدوا على التعصب، ونحكي وان شاء الله نعملوا حاجة اخرى. يعني عجبتني انا بيدي معناتها، عجبني كيفاش نحكي، يعني خلينا نعملوا حلقات اخرى. برافو. انا اشجعك واشجع كل خواتنا انه طلعوا واحكوا. طبعا اذا كان ما في اي خطر على حياتكم، ما في خطر لا نفسي ولا جسدي، يعني نحن لا نشجع الناس اللي في خطر. يعني المهم تكونوا في امان نفسيا وجسديا. وشجع كل خواتنا انه يطلعوا يحكوا، لانه الصوت لما بيطلع بحكي بشجع الاخرين، وهيك بتقوم الثورات، وهيك بتصير التغيير بكل المجتمعات. يعني بدون ما الناس تطلع تحكي، يعني في مثل بيقول عنا الام ما بترضع رضيعة اذا ما بكي، يعني فلازم الرضيع يبكي حتى الام ترضع رضيعة. فنحن لازم نحكي حتى نقدر نثبت وجودنا، حتى نقدر نعمل تغيير في المجتمع، لأنه إذا ما حكينا صوتنا ما راح ينسمع، وما راح نقدر نسوي شيء. وأنا بتمنى من كل أصدقائي إنه يسووا شير للفيديو بكل الأماكن حتى يصل صوتنا لهالناس هاي، حتى يبدأ الوسواس القهري عندهم في العقل، العقلي خلينا نقول يشتغل. وصح ما راح يجيب نتيجة مباشرة، ولكن صدقوني بس دخل الوسواس في العقل، العقل سوف يبدأ بالتشغيل حتى لو كان بطيء، بشكل بطيء، ولكن في النهاية راح ينضج، والعقل يبقى عقل، يبقى الفكر، ويبقى الإنسان هو مميز بالعقل بين كل الحيوانات. بشكر كثير أختي سارة، وشكرا وإن شاء الله في المرة القادمة. شكرا أختي سارة. طبعا أصدقائي بكرة الساعة 5 بتوقيت لندن راح أكون في حلقة وحدي، بحلقة أسميها عبقرية المسلمين، وحلقة الساعة 8 مساء راح تكون مع الأخ سامي التونسي في داعش لا تمثل الإسلام رقم 4. خلوكم معنا، وأكيد بعد بكرة راح يكون عندنا الأخ آزاد والقائمة. شكرا كثير لكم، وشكرا لك اختي سارة. شكرا، الى اللقاء في حلقه قادمه. الى اللقاء.